بقيت من الشارع فلقيت الحريقه بدأت في حوالي 2 3 واقفين. قعدت ادور على زراديه ما لقيتش، رجعت على المحل بسرعه جبت الزراديه وصلت العمومي، واصبح الناس بقت عماله هتقع من فوق، فانا جسمي مليان شادي رفيع، فانا رفعت شادي فوق بحيث الاطلاع بقى يا اخي نزل، وانا بقيت اخد منهم وانزل. بنتي عباد وبنت صغيرين في الكالي، وواحده ست في الجاني ومعاها راجل كبير. بس نزلناهم الحكم بعد ما الرفض ابتدى يجيلي، كنت انا فصلت بقى الرئيس كل حاجه عشان ما تحصلش اي عمليه ايه مثلا حواليه ولا هنا ولا هنا. كان في بتاع 3 شباب تحت فوق العربيه واقفين، وشادي بقى بقينا ناخد منهم وهم ينزلوا، نزلناهم هم بتاع 3 وشادي على المواصيل. ده جهاد 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 على المواصيل، بقينا ناخد من جهاد وننزل. بس الحمد لله يعني اتحلت بسرعه، يعني الموضوع كله ما خدش بالظبط بتاع ساعه زمن، كان كل حاجه خلصت الحمد لله والحمد لله. عايز طب توجه رساله تقول حاجه للمحافظات؟ لا والله، هو المفروض يعني الدنيا كلها تبقى كده، ايد واحده، ما نستناش حد، ما نستناش دول لما يجوا، قبل ما يجوا كل الدنيا خربت اكتر. فاللي يشوف حاجه زي كده يسيبها على الله ويعمل اللي هو اللي يخلصه من ضميره يعمله، ما يستنى ما يقعدش يتفرج فرجه دي. لا يمكن في بعض الناس واقفه بتتفرج، وانا عايز انقذوني، اديني اي صافه اي زرديه، لان بيني وبين المحل البيت والمحل شارعين، جريت جري جبته وجيت وفصلته الحمد لله، وقضت على خير والحمد لله. المهم اللي مفيش حد اروح حصل، لكن في اطفال يعني كان المنظر كله اتفرج على الاطفال الصغيره كانت واقفه. بس دي اهم حاجه عندنا والحمد لله.